إطلال مدينة تم تخريبها عن عمد صارت حديقة الميريلاند بعد مذبحة شجرية طالت عدد من الأشجار النادرة داخلها، مما أثار غضب واستياء أهالي المنطقة المحيطة منطقة مصر الجديدة. اغتيال للطبيعة تم بصفة ممنهجة وفي وضح النهار للحديقة التي كانت يوما ما متنفسا للمواطنين من كافة الفئات والأعمار. أنا حزين عليها لأن هي كانت الأول الناس بتيجي تزورها والأطفال بيجي يلعبوا في الجنينة وحاجة زي كده، دلوقتي بقت منعدمة. الناس اللي قاعدة جوه دي مش هي الناس بتاعت زمان. الحديقة بتاعت الحيوان اللي كانت موجودة من كذا سنة اللي كان فيها أسد وفيل ومش عارف إيه وكذا حاجة مش موجودة دلوقتي. الحقيقة للأسف يعني الوضع وبالذات بعد تقطيع الأشجار دي حاجة تحزن. حريك لو تشوف إن الشجر المجزور النهاردة مجزور من تحت من الجدر، عارف حريك من الجدر يعني إيه؟ لا تنبت مرة أخرى. قاعدين يقطعوا في الشجر، قاعدين يموتوا في الجنينة بحيث إنها تموت نهائي. طوار جمال الحديقة الخلاب وحل بدلا منه قبحا ينفر منه البشر، زبل الشجر وتساقطت أوراقه وطالته أيادي الهدم والقطع دون خجل. أهم حاجة شجرة الكارفور اللي عمرها 70 سنة اللي هم قطعوها وطولها 29 متر لمين؟ وخدوا إذن مين؟ المفروض قبل ما نقطع أي شجرة في بلدنا في وزير للبيئة بيروح ياخدوا تصريح منه. بجرم فاضح تحول اللون الأخضر إلى أصفر في معظم أجزاء الحديقة، جريمة يندى لها الجبين. طارق أحمد، هنا العاصمة.